تستضيف منطقة حائل يوم غد الجمعة الأمسية الشعرية الرابعة من سلسلة أمسيات المملكة في مسرح جامعة حائل في مركز المؤتمرات، وبتنظيم الهيئة العامة للترفيه ورعاية الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل. سيروي الجمهور والمدعوين من شعراء وكتاب ظمأهم بالاستماع إلى القافية الجميلة لكل من خلف المشعان وعقاب الربع ومحمد السكران. فخور جدا اني نظهر خلال الشاشه العريقه هذه واللي تغطي الامسيه، هذه اضافه لنا. الحقيقه الكل يعني ينتظر الامسيه هذه من ايام، وان شاء الله ان نكون قد الانتظار هذا ونقدم الشيء اللي يمتعهم ان شاء الله، خصوصا من خلال امسيه مثل امسيات المملكه وفي مدينه مثل حائل. هذا شرف عظيم لاي شاعر، ان شاء الله نقدم الشيء اللي يمتع باذن الله. شكرا جزيلا لكم، روتانا خليجيه، ومن نجاح لنجاح ان شاء الله. وسيتمكن محبي الشعر أيضا من مشاهدة الأمسية على قناة روتانا خليجية، ولأن الفن هدف سام سيعود ريع ربع التذاكر لجمعية بسمة لرعاية مرضى السرطان.